اول حاجه اللي بغيت نقول هو النهار اللي باش غادي نعرف الفاجعه والمصيبه والمصيبه اللي ضربتنا في حياتنا هو نهار 3 نهار 30/8/2016. كنت في الدار ديالي مع الزوج ديالي والبنت ديالي عاديين عايشين حياه طبيعيه، ولكن ديك النهار انا بحالي لا سبقني الهول وحسيت بالنص الكبده ديالي الثانيه فيها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. 12 ونص الليل وحده الوحده ونص الليل جوج لارب تتصوني في الانترفون، شكون الحاجه جارت الوالده شكون كيفاش. ملي خرج الراجل ديالي تيحل الباب لقى الناس الجيران العائله الجيران ديالنا تيخبروني بالخبر اذا اصابتكم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، بان الاخ والشهيد والفقيد معاذ بن كيران رحمه الله. ما صدقتش وما تقبلتهاش وما بغيتش نتقبلها وما بغيتش ندخل راسي لحقاش تنشوف مصيبه ضربتنا في حياتنا وفي حياتي انا اولا اللي كان هز عليا شحال من حاجه ولقى عليا شحال من حاجه. مهم هزوني الجيران جابوني للدار هنا عند ماما وعند بابا، تلقى الدرب عامر تلقى الناس تلقى هذه. دخلت ببيجاما ديالي النعاس ديالي ما صدقتش تلقى الوالده لابسه البيض وجالسه في الكرسي. تنقول لها مالك ماما شنو كاين شنو واقع، تتقول لي معاذ. تنسد لها فمها تنقول لها ما تقوليش لي معاذ مات، ما تقوليش لي معاذ مات. ما صدقتش وانا نهار 3 بالليل مع العشرة وقسم انا باقا تنهضر انا وياه في الواتساب وباقيين عندي دي فيديو ديالو مسجلين ودي دي اوديو ودي ميساج انا وياه في الواتساب مع العشرة وقسم دليل. يعني الفاجعه فاش طرات له في 11 ونص 11 الارب. جينا جلسنا دخلت عند الوالده جلست معاه مسكينه مصدومه في الحياه ديالها ومصدومه انا اكثر منها. وصل الصباح مع 7 ونص الصباح مشيت لامورك باش نشوف واش بصح هو ولا راه عي مسافر ما بغيتش ندخل راسي. مشيت لامورك لقيته الله يرحمه ويوسع عليه ناعس عنده واحد الضربه في راسه هنا ومضروب في وجهه وهاد لاماشوار هادي داخله وهادي خارجه وعنده واحد الضربه زرقاء في النظر ديالو والصبعين مصورين في وجهه والدم تيقطر له من الضربه. اش غنقول لكم اش غنقول لكم اولاد الشعب اش غنقول لكم؟ راه لو كون لقيت مندير وفي جهدي مندير ديك الساعات كون رانا درتو وما غنحير حتى شي واحد وما غنتسنى حتى شي واحد يعطيني الامر ديالو ولا ينهي عليا باش ناخذ القرار كما هما خداو القرار في خويا حتى انا ناخذ القرار فيهم ديك الساعات. ولكن لا جهد لا جهد الله، ولكن انا ما غنسكتش. المهم جيت للدار هنايا كنشوفوا الاجراءات ديال الجنازه لانه حنايا كنحاولوا نتفقوا العائله بعضياتنا. هذوك الناس تسحب لهم عي هما اللي بوحدهم تيفهموا، قالوا لنا الناس ديال الاداره اللي مشينا عندهم باش غادي نشوفوا الاجراءات اللي غنديروا، قالوا لنا وهاكو هالامر ديال الدفن وسيروا دفنوه بحال حنا هذاك اللي مات لنا راه يمشيش زيد ناقص عندنا. وتنشوفوا بعدا الاجراءات ونشوفوا الاداره ونشوفوا الناس ونشوفوا التشريح وهذا الولد باش مات وكيفاش مات وعلاش اللي الدري جيتو هزيتوه من القهوه وديتوه على اساس تحقيق الهويه. عطاكم الترخيص بالدفن؟ الترخيص بالدفن عطاوه لنا في لامورك على اساس الكوميساريه اللي كيعطيو لامورك باش يديروا الامر بالدفن. جيت قلت للوالده شنو هادشي حنايا ما فهمناش هاد التخربيق هادو هاد الناس اللي جالسين كيخربقوا بحال ما هكا. واش الدري مات عنده في كوميساريه هزوه داوه لسبيطار الغابه ما قبلوهمش داوه لامورك حطوه تمايا كيقول لك سيروا دفنوه. وفين عايشين حنا في السيبه في الفوضى؟ حنا راه عندنا بلاد وعندنا قانون وعندنا والا كل واحد تيدير القانون ديالو نعرفوها ما يبقاش انسان غادي في الغلط. المهم مشينا قلنا باش غادي نديروا واحد التشريح في معهد باستور. مشينا تفاهمنا مع السيد مول الاسعاف عطينا الواجبات مشى باش يدير له يديه يدير التشريح نهار الجمعه. مات هو الثلاث والاربع والخميس والجمعه اربع ايام عاد مشى دار التشريح نهار الجمعه. حتى خدينا امر من عند السيد الوكيل العام ديال المحكمه وجات الشرطه العلميه راه هي اللي عبرالو الضربه اللي عنده في راسه 8 سنتيمتر
ديال الضربه ديال الغرق ديال العمق ديال الضربه اللي مدات الاربع الصباح مشيت شفتها تدوز بالدم، والاربع في العشيه مشيت شفتها تدوز بالدم، وجاتني حاله هستيريه مده ساعه وربع وانا مغيبه في سبيطار الغابه، حتى تيضربوا لي واحد البراد الاعصاب باش تنحاول نستوعب ونحاول نفيق من الغيبوبه اللي دخلوني فيها هاد الناس، دعيناهم الله الله ياخذ فيهم الحق. مشيت شفتو الخميس عاوتاني الصباح، الخميس في العشيه الدري باقا ضربات تدوز بالدم بحال الا السيد راه باقي حي، بحال الليلة تيتحاسب معانا وتيقولنا هاد القطرات ديال الدم اللي تيهبطوا ليا من راسي راهم تقليد عليكم حتى تاخذوا لي حقي. حنا درنا متابعات في المحكمة وعندنا استاذ ديالنا محامي اللي متبع القضية، وحنا شهرين ونص هادي دابا باش توفى 30 اوت و30 سبتمبر و30 اكتوبر، وحنا اليوم لو 11 يعني شهرين و11 يوم بالضبط باش توفى، وهاد الناس ما عطاوناش اوكين ريبونس ولا نتيجه وحده على هذاك التشريح. ملي تمشيو تنطالبوا بالحق ديالو وتنقولوا هاد الناس اشنو خرج في النتيجه ديال التشريح، تيقولوا لنا باقي الاجراء جاري، باقي الاجراء جاري. واش هاد الناس اللي تبارك الله ما نعرف فين وما قدروش يعطيونا النتيجه ديال التشريح؟ حنا ما غنسكتوش، درنا المسيره الاولى والثانيه والثالثه وغنبقاو نستمروا في المسيرات ونستمروا في النضالات ونستمروا مع الناس الحقوقيين، وما غنسكتوش ما غنسكتوش نهائيا، وما غنحبسوش على حق معاذ الله يرحمه، معاذ بن كيران ما غنسكتوش على الحق ديالو. خصنا نعرفوا هذا الولد علاش داوه يديروا تحقيق الهويه. مرحبا، ما هربناش حنا من القانون، ما هربناش حنا من هاد الناس يديروا الخدمه ديالهم، ولكن كل حاجه عندها الحدود ديالها، يديروا خدمتهم في الحدود. داوه يديروا تحقيق الهويه مرحبا، داوه باش يعتقلوه مرحبا، ما قلناش لا، يجيبوا لنا الدلائل علاش داوه، ولكن باش توصل لدرجه انه يموت في الدائره السابعه ما تقبلناش وما نتقبلوش وما عمرنا ما نتقبلوها وما عمرنا ما نستوعبوها، وحنا ما غاديش نسكتوا حتى تبان الحقيقه.